السلام عليكم، صباح الخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع التريم والفيلت، وازاي اتعامل مع الحاجات اللي انا بعمل لها موديلنج. فخلينا مثلا نتكلم على الخطوط. ابسط حاجه عندي خط اهوت، وعندي خط قاطع ليه، وعندي خط مش قاطع ليه بالشكل ده، عايز اقطع وعايز الخط ده هو اللي يكون خط القطع بتاعي. فقبل ما استخدم امر تريم، متعودين في الاوتوكاد بقول له تريم على طول، لا لازم احدد اساين كاتنج بلان، بعلم على الكاتنج بلان واقول له اقطع، فبيقول لي ده القطع، فبقول له ماشي. ببدا احدد بقى الخط التاني واقول له ايه اقطع، تمام. بيقول لي عايز تعمل تريم، تريم، فاقطع الجزء دوت وخلي الجزء ده. طب لو انا عايز اعكس، يعني اخلي القطع فوق في الجزء دوت، هاجي هنا من موديفاي بس اعلم على الحاجه اللي هي المفروض انها بتقطع، واقول له موديفاي واقول له ريفرس نورمال، فيعكسها لي. فبعد كده لما اقول له اقطع، حدد الخط بتاعي واقول له اقطع، فيروح ايه عامل له تريم، تمام، عكس القطع بتاعي. طيب في امر تاني اللي هو اكستند، خلينا نرسم خط كده مثلا اهو، هقول له بقى ايه اكستند، اعلم على الخط دوت واقول له اكستند، فراح مكمل لحد الخط دوت. في امر اخر اسمه اوفست، تمام، اعلم على الخط بيقول لي اوفست دي اوفست 100، فبدا يعمل اوفست، تمام. خلينا نعمل مثلا اوفست 500 عشان لو مش واضحه معاك في الفيديو تبقى معاك 500. طيب في حاجه ثانيه بقى اسمها جوين لاينز، لو في خطين وعايز اربط بينهم، فاقول له جوين لاينز، تمام، عند الخط ده والخط ده جوين لاينز، فبيبدا يرسم لي خط يربط بينهم. طيب خلينا نجرب الامر دي. لو انا عندي زونه، عندي زونه اهي، واقول له اسكيب، واقول له انا عايز ارسم خط هنا مثلا يقطع الجزء دوت، تمام، وخط اخر بره الشكل دوت. طيب يبقى هقول له بقى ايه، انا عايز احدد الاساين كات، ده الاساين كات بتاعي، تمام، وهقول له بعد كده تريم، اعلم على الزونة بتاعتي واقول له انا عايز امر تريم، يروح قاطع لي الزونة بتاعتي، تمام. ممكن بعد كده اختار الخط دوت واقول له هو ده الاساين بتاعي، تمام، واقول له اكستند واروح معلم على الزوم بس، تمام، واقول له اكستند، يروح عامل امتداد للخط بتاعي. فالاوامر ديت بنقدر نستخدمها برضو في الزون، ونقدر نستخدمها برضو في البلان، ونقدر نستخدمها في كل الحاجات اللي احنا بنرسمها، تمام.